مساء النور، سلام، معكم كويزين دو شازا. ان شاء الله يا ربي راكم بخير بصحه جيده. بما انه رانا لا سيزون تاع البرتقال، موسم تشينا، دونك حندير لكم بسبوسه اللي سبق لي ديجا درتها لكن بطريقه اخرى. هي بسبوسه بجو دورانج، بعصير البرتقال ونواه كوكو. دونك نجو لهاد الوصفه. اولا تو ديبي كامله واش نديرو؟ نجهزو لو سيرو ديالنا. هاد لو سيرو ديالنا انا كيفاش نعملو؟ لكل كاس سكر كاس ونص ماء. انا هذه هي الطريقه تاعي اللي ديتها الام ديالي. دونك ان فير دو سكر، ان فير ادمي دو. وانتوما وسنيواك واحد تخدموا بها وشوفوا قد ما تزيدوا بيان سور تزيد الكميه. نطيبها، درت طرونشه هنا تاع تشينا بيسك حنديرها بالبرتقال، وبيا طرونشه تاع قارص بيان سور. توجور السيرو يطيب في كسرونه ثقيله، وكي ديروه على نار تانية عاليه كي يبدا يغلي تحسبوا له 10 مينوت 10 دقائق وتطفوا له. انا مع الاخر نرمي له كميه من العسل باش نتحصل على هذا اللون الشباب، ودوك كي يبرد يجي هايل. دونك نحطوه دو كوتي نخلوه يبرد. بالنسبه للوصفه هنا درت 4 حبيبات ولاد الدجاج، درت نص كاس سكر باسكو عندي السيرو مسكر، درت شويه فاني وشويه من مبروش البرتقال اللي هو لو زيست دورونج. دوك نضربهم حتى يولي موسو. هنا بعد ما ضربت ولاد الدجاج مع السكر ولي بارفان اللي درتهم، ضاعف الفوليوم تاعهم كيما راكم تشوفوا. هنايا واش راني حنزيد؟ نزيد بيان سور هنا عندي نص كاس. داكوغ، انا عبرت بهاد الكاس، الكاس تاع 240 مليلتر. هنا درت النص ديالو فوالا، خليط بين زبده وزيت. دوك نزيدهم بالعقل بالعقل ونضرب مور الزيت. هنا عندي ليكيفالون هاد النص كاس، رفد لي زوج بايت ياوخ، درت واحد ناتشور يعني طبيعي، واحد درتو بمذاق العسل. هاي ليك تاني نزيدهم ونضرب. نزيدو تاني هذا الكاس تاع نواه كوكو ونضربو بالعقل. هنا بعد ما ضربنا كورشيت، هنايا عندي زوج كيسان تاع عصير البرتقال. راهي لا سيزون وبزاف يعني طحت في تشينا حلوه هايله بالبزاف. يعني هنايا هذا الكاس الكبير انا رفد لي زوج كيسان تاع برتقال، درتهم لهنايا نزيدهم بسم الله. بالنسبه للدقيق انا مانيش حنقول لكم ديروا كاس ولا زوج كيسان دقيق ولا زوج ونص. بروميرمون نهضروا على الدقيق اللي حنخدموا به اللي هو دقيق موايان. هذايا انا هذا تاع الشكاره، هذيك تاع 5 كيلو تاع بركه راني نخدم به. داكوغ، يعني جايبين موايان ورطبه يوالم البسبوسه. راني درت له هنا باكي لا لوفور، ومن بعد نزيد الباكي الثاني. يعني الوصفه درت فيها دو با، حندير فيها دو باكي دو لوفور تاع الحلويات. انا نرمي دقيق ونوري لكم لا تيكستور لازم تحصلوا عليها، يعني القوام، باسكو كل دقيق وكيفاش. دونك جو بريفير هكايا. دوك انا نرمي الكاس الاول ديالي. فوالا رمينا الكاس الاول كما راكم تشوفوا. بلاص حبست الباتور الكتريك، نكمل غير بيديه باسكو الدنيا كاع طرطش. هنا درت نص كاس واحد اخر وزدت له الباكي تاع لا لوفور. نحركهم ونشوف القوام. انا نكتفي ب 1.5 دو سمول موين، كاس ونص دقيق متوسط. هاوليك شوفوا، وما خدمتش بالمتوسط تاع المقروطه، خدمت بالمتوسط هذاك اللي يجي في شكاير تاع بركه. فوالا يجي بين رطب ومتوسط. هاوليك القوام، يجينا قوام جاري. تنساوش فيها نواه كوكو، الدقيق يتماسك. انايا دوقا سنيوه تاعي دهدها بالزبده. الفوخ تاعي كي كنت نخدم حطيته يسخن على بين 180 و200 درجه. دوك نحطها في السنيوه ونفورنيها حتى تضاعف الحجم تاعها، لا دوبلي دو فوليوم، الفا فوغ هذيك لا كولور دوري الشابه. الخبزه تاعنا تاع البسبوسه راهي حاضره، راهي واجده. شوفوا كيفاش خرجت دوري بو دوري الشباب، وضاعفت في الحجم بيان سور. انا لهنا حكمت ان كوردون فوالا، ندير ثقوب هنا صغيره. الوغ البسبوسه سخونه والسيرو تاعنا كما شفتوا سبق به هو الاولاني، باش نحطوا باش يدي وقته يتقع، يعني يقعد ويتقعد ويبرد. هنا تبداو بسم الله تحكموا غراف وتشربوها بيان سور. دوك نقول لكم وقتاش تحبسوا. شوفوا راني قد ما راني نمدلها قد ما راهي تشرب، صافي دير مازال ما خدات
قسطعه من تشرب. سي بوغ سا دائما السيغو تاعكم طيبوا بزياده، مام الى قعد لكم ماشي خساره، حطوه في باطا وديروه في الفريجيدار ما يصرالو والو. تعاودوا بسبوسه ولا ديروا كش حاجه ولا تقدروا تخدموا به. عليك نكمل نشربها. البسبوسه شربتها، خدات قصتها من تشرب، كي شفتها باللي سي بون ماهيش كملتش تشرب، درت لها الغرف الاخراني وقعدت نستنى. هذا كان كاع معمر، دوقا شوفوا شربت منايا، نزيد لها شويه هاياك. بسم الله بيان باسكو نوات كوكو، نوات كوكو مع الدقيق يشربوا بزاف. دوك نخليها هنا دو كوتي، تاخذ قصتها من الراحه تتشرب كامله. اذا درتوها الصباح كامله تقعد تريح، وقهوه العصر تقدروا تقسموها، الا درتوها مع العشيه كيما انا تقعد تبات ليله كامله باش نقدروا نقسموها. نخلوها ترتاح ونولوا ان شاء الله في طبق التقديم. البسبوسه بالجو دورانج بعصير البرتقال ونوات كوكو بعد ما خليتها قعدت بيان، يعني كنصيحه خلوها ليله كامله تريح باش كي تقسموها يجوكم الاطراف هكا متناسقه وشابه. انا البارح في الليل لا كنت عارفه في الدار حبوا شويه نقبوا ديك السنيه ولا غير كاين طرف خسروهم، مي معليش انا سنيت فوالا، ما كنتش يعني كيما نقول متسرعه. شوفوها كيفاش خرجت، شوفوا هذاك اللون ما شاء الله، شوفوها هناك شاي معسله. هذا نواد كوكو بيان سور درتو من الفوق كوم شبح فوالا. هاي ليك كي نقسموها شابه بريزونطابل. هاي ليك شوفوها لداخل، انا نقولكم جربوها. درت الوغ درنا فيها العصير البرتقال، درنا فيها الياوخت الطبيعي واحد طبيعي واحد نكهه العسل، درنا فيها نواه كوكو، ووريت لكم القوام اللي لازم تحصلوا عليه كي ديروا دقيق، يعني بلا ما عطيتكم كميه دقيق باسكو امبوسيبل. كما قال تعرفوا كويزين دو شازا ما نخدعكمش، نوري لكم القوام خير ان شاء الله. يا ربي تكون عجبتكم الوصفه، انا بيان سور انيحه نستبنها وندوقها ونتمتع بها بكاس تاع الشاي. الله الله، يعني هي تجوز مع لاتاي سي بوكو ميو. نقول لكم في وصفات اخرى، دعواتكم بالخير ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو عن قريب، مع السلامه. حقيقه فخامه.